انا اسمي رضا ابراهيم بطرس، عندي 38 سنه، معايا 4 اولاد، باسم، مريم، ميرنا، مريم. كان في خدمه للارامل في الكنيسه، فطلبوا صور بطايج الارامل. كان كل واحده ارمله معاها اولاد في المدارس تجيب صوره بطاقتها، فانا كنت واحده من الارامل اللي عطتهم صوره البطاقه. فبصراحه يعني زارونا في البيت وعرفوا احتياجاتنا، يعني مثلا انا معايا اولادي عندهم نقص كالسيوم، فجابوا لنا اللبن مع استلزامات البيت كلها كشهريه. وبالنسبه ليا كان معايا ركبتي تعباني، فكنت بجيب علاج وحجن، فكانوا بيساعدوني فيها ان انا بجيبها، كل ما الدكتور يكتب حاجه كانوا بيجيبها لي واخدها. زارونا في البيت وعرفوا احتياجاتنا ايه. لما دخلوا الاوض وعرفوا البيت قال ناقصه او قال اللي محتاجينه في البيت، فجابوا لنا سريرين وثلاجه وغساله وبوتاجاز وسخان بالنسبه للمطبخ. وبصراحه يعني ما قصروش معانا، حتى الانبوبه بتاع السخان جابوها. انا وثلاث بنات كنا بننام مع بعض على سرير واحد، لكن بعد الخدمه دي دلوقتي البنات بتنام وحديها، يعني كل واحد بينام وحده بالنسبه للولد والبنات. نشكر ربنا حتى ما سابوناش، حتى في الدراسه بالنسبه للدروس كل بنت كانوا بيدونا مصاريف الدروس بتاعها كل شهر، الدرس بتاعها ربنا عالم بكده. حتى الدرجات نفسها اتغيرت، كان مستواها مش حلو، لكن بعد الدروس بعتناهم دروس بقى مستواهم للاحسن، ان هم ابتدوا اللي بياخدوه في الدرس بيذاكروه في البيت، في اللي هم ما كانوش بيهتموا بحاجه كده، ما كانوش بيذاكروا لان ما فيش درس. فلما خدوا درس اللي بياخدوه في الدرس بيروح دلوقتي بيذاكروه، فالحمد لله بقوا يجيبوا درجات احسن. ولما جم زاروني وشافوا الخروفين ولقوهم كبروا جابوا لي خروفين تاني، نيتي على اساس ان المشروع يكبر وينتج اكتر. طبعا انا بشكر ربنا ان هو فكر فيا وبعت لي خدمه جميله زي كده، مجلس الخدمات والتنميه، ربنا بعتهم ليا، ربنا يجازيهم كل خير ويقدرني ان انا اكمل المشروع ده واكمل مع اولادي.